كرة ثنائية 1-2 مع موانغ، لكن كرة لا تمر. موانغ يضغط بقوة، ينتزع الكرة من أمام ستوبيلي، ستوبيلي يعود ويستعيد المحاولة لصالح نادي سيرس. نفس الرصيد يتقاسم مع هداف نادي يانغون يونايتد سيكوسيلا، 9 أهداف أيضا ولاعب ثالث يتقاسم الصدارة مع هذين اللاعبين هو ماركو سيميتش. اللعب إلى أرضية الميدان، ذو كيلين يمتلك الكرة الآن في هذه اللقطة، لكن لم نشاهد الكثير من البدلاء حتى الآن سواء ميكي أوت أو كيلين. نون إذن صاحب هدف التقدم في هذا اللقاء يفتتح التسجيل بهدف اللاعب الإسباني بنفينيديو مارانيون. باتريك رايتشارد أضاف الهدف الثاني، وقبله أيضا بنفينيديو مارانيون. تعود مرة أخرى المدافع موكايلو يلعبها إلى أوزوتشوكو، إيمانويل أوزوتشوكو يحاول ينتزع الكرة، وقرار هو الفريق اللي تأهل عن منطقة الآسيان. نعم فريق وصل ليلعب التصفية النهائية عن منطقة الآسيان، ولكن طبعا بعد ذلك على جهة اليمين محاولة ونهاية الوقت الأصلي، والحكم يضيف 3 دقائق. معقول نشاهد هدف قاتل في هذه الدقائق. مايكون لوك جول بال لين كراو ده دان مايكون كفو تا كروب كون بال تا دول ريتشيل هاي با يو نادي اللقاء الأول من دوري المجموعات لنادي هوم يونايتد فاز بهدف نظيف على نادي يتنرفون من مانيمار.